السلام عليكم شباب، ازيكم؟ الاخبار؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما بصحه وسلامه. يعني كنا المحاضره بتاعت الحفر البيئي بتاعت يوم الخميس، احنا كنا بنقول او المره الخميس اللي فاتت اللي قبليه كنا بنتكلم على جزء مهم جدا، وهو ازاي بتعمل ديزاين لباك فلتر. فمن ساعه ما بتعمل الديزاين بتاع الكومبارتمنت وبتعمل ديزاين بتاع سيلكت الاير تو كلوز ريشيو، بتختار الفلو ريتس بتاعتك وبتحسبه ازاي، وبعدين في الاخر بتجيب قدره الفان او المروحه اللي هتزق الفلو بتاعك من خلال الباك فلتر دوت، وازاي نحسبها. ويمكن دي كانت اخر حاجه احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، لما قلنا ان الفلو ريت بتاع الفان بيبقى تقريبا 1.2 من الكيو ديزاين، ودلتا بي فريكشن على الفان، او هو عباره عن دلتا بي على الكومبارتمنت زائد دلتا بي خلال البايبس او الدكت او المواسير اللي احنا بنشتغل عليها، بنزق من خلالها الفلو ريت بتاعي. فاحنا عايزين ده كده كان تقدر تحسب بيه كل حاجه، تطلع بيه تقدر تحسب الاوفرول افيشنس بتاعت الفانه مثلا، بتفرضها دايما في حدود ال 80% او 75%. الفانه بتبقى عاده بتبقى باكورد فان، ما بتبقاش فورورد فان. التفاصيل دي اتكلمنا عليها، يمكن في ممكن تبقى تحلوا عليها بعض المسائل كده في السكشن او حاجه. النوع ده كان دي طرق او النوع ده كان الباك فلتر، ده كان اول وسيله من وسائل ان انت ازاي تشيل البليوشنز اللي هو الخاص بالهواء، يعني بالذات الحاجات اللي فيها داست وتراب وحاجات عالقه سسبندد سوليدز وحاجات كده موجوده في الاير بتاعك. في طريقه تانية، يمكن الطريقه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، او في كذا طريقه طبعا، من ضمنها الويت سكرابر، وفي سايكلونز، وفي حاجات كتير قوي الحقيقه مستخدمه في انها بتبقى عباره عن مرحله رقم واحد في ازاله كل المعلقات اللي موجوده الموجوده في الهواء، يعني اي حاجه معلقه في الهواء بتشيلها، يعني اللي هي الحاجات اللي هي الخاصه بنسميها ايه، بنسميها بالسسبندد اي سوليدز، ليها اقطار معينه طبقا للتشارت اللي انا وريتها لحضرتك المره اللي فاتت. ففي عندي هنا حاجه اسمها بقى النهارده، في حاجه اسمها الويت سكرابر. ده الويت سكرابر ده عباره عن وسيله لعمليه كليننج للاير، والحقيقه وده بيستخدم دايما في مصانع الاسمنت، مصانع الاسمده، المصانع اللي بيبقى فيها نسبه الدست فيها عاليه شويه، بيبداوا احنا بنستخدمها بشكل كبير جدا. الحاجات ديت الحقيقه تعتبر مرحله رقم واحد في ازاله الدست والسوليدز والحاجات دي كلها. فهي مثلا بتبقى مبنيه على انها بتشيل اي بوليوشنز، بتعمل كلين اير، او تشيل اي زي ما قلت لك بوليوشنز موجوده في الهواء وتخليه تحوله الى كلين اير يعني. طبعا هو الويت سكرابر ده هو عباره عن حاجه بتشتغل بالكونتاكتس، يعني الحاجات كلها بتتشال بالتلامس بالتواصل، يعني انا في الاخر بعمل حاجه عشان اشيل منها الكلام ده. فالإفشنسي بتاعته أو الإفشنسي بتاعته الحقيقة كويسة معقولة إلى حد ما. كل ما تزود طبعا الريزيدنس تايم اللي هو زمن التواجد داخل السكرابر دوت، كل ما يكون أفضل، لأن طبعا بيخلي الإفشنسي بتاعتي تبقى أحسن وأعلى. كل ما بخلي الوقت اللي أنا بقعد فيه جوه السكرابر ده طويل شوية كل ما يكون أفضل. السكرابر ده بيبقى فيه فين ويت سكرابر. ويت سكرابر دي كلمه ويت دي معناها ان انا بستخدم ميه. والميه دي بتعتبر من الحاجات المهمه جدا اللي بتعمل، يعني زي ما تقول كده، انت عارف انت لما يكون في عفره وترش ميه كده، فالميه دي التراب ده بيقعد على الارض وكلام من ده. ليه؟ لان كتلته بتزيد، يعني بيتقل فبينزل لتحت. فهي دي الكونسبت او دي الفكره الاساسيه بتاعت الايه، بتاعت الويت سكرابر. ففي عندنا نوعين الحقيقه منه، في انواع كتيره جدا منه، اشكال كتيره جدا مختلفه. في اول نوع اللي هو السبراي تاور او سكرابر دوت، ده عباره عن ايه؟ عباره عن وسيله ما كده بندخل منها كده الديرتي جاز او الغاز اللي هو فيه مشاكل او مش تمام، يعني اللي هو جاي من ايه، من عندك من فوق من هنا خلاص كده، في عندي الديرتي جاز جاي من فوق اهو، بيبدا يدخل جوه السكرابر نفسه كده، وابدا ارش عليه ووتر، ميه عاديه خالص، برش عليه سبراي من الووتر كده، وبنعملها في منطقه زي كونفرجن دايفرجن نوزل كده، منطقه فيها ثروت كده وعنق عشان ازود السرعه ويحصل خلخله ويحصل خلط كويس قوي.
وبعد كده بيطلع هنا فيبطأ شوية، وبعد كده وهو بيبطأ ده بعمل له تشينج في الدايركشن. يعني انت شايف كده تشينج في الدايركشن دوت، فالتشينج في الدايركشن دوت اي حاجة تقيلة ما تقدرش تلف وتمشي معايا، فتقعد ايه تقعد تحت كده او تقع تحت كده، ويبدأ معايا هنا قطرات المية مع التراب اللي فيه التقيل واللي اتبل او بقى ويتس وكده، ينزل عندي هنا از ديرتي ديرت ووتر، وابدأ اسحب هنا كلين دي كليند جاز. فده يعتبر الوسيله. طبعا الرسمه مهمه جدا، حضرتك لازم تبقى عارف شكل الرسمه دي عامله ازاي. في اشكال بقى منه كتيره جدا، احيانا بنجيب اللي الديرتي اير من تحت هنا ونطلعه ونسحبه من فوق خلاص كده، وفي عندي هنا ايه كلين ايه كلين ووتر، وبقى عامل جيتس كده برش ايه برش ميه على مستويات مختلفه عشان اقدر ازود الريزدنس تايم او زمن التواجد جوه، وبالتالي اقدر اخد في الاخر كلين ايه كلين اير. دي تعتبر مراحل من مراحل التنظيف الاولانيه او النظافه الاولانيه، ودي بيستخدموها دايما في مصانع زي ما قلت لك الاسمده والحاجات دي كلها. في بارامتر مهم جدا في الموضوع دوت، الا وهو الفلوريد بتاع الليكويدز اللي هو الفلوريد بتاع الووتر، يعني ام دوت ووتر هنا از فيري امبورتنت بارامتر، لان الميه ما تبقاش كبيره ولا تبقى قليله، لان الميه كتيره هتعمل لك مشاكل كبيره جدا. وفي نفس الوقت ميه قليله ممكن ما تعملش كليننج كويس جدا. فاذا الليكويد تو جاز ريشيو اللي احنا بنسميها ليكويد تو جاز ريشيو دي تعتبر بالنسبه لنا از فيري فيري امبورتنت بارامتر بنستخدمه دايما في الدوره. ده بيستخدم عاده بيستخدموا ال ال تو جي يونتس، دي بيستخدم واحده كده اسمها جالون لكل ايه لكل 1000 اكتوال كيوبيك فيت، او احيانا بيبقى لتر لكل كيوبيك متر، يعني كام لتر جاز لكل متر مكعب من الايه من كام لتر ميه لكل متر مكعب من الايه من الغاز. دي الوحده اللي دايما الناس بتستخدموها في ال تي. فاذا ال تو جي ريشيو از ا جود بارامتر، بيعتمد طبعا على اختلاف بقى ايه، بتدرس بقى البارتكلز، بتدرس نوعيه البوليوشنز اللي موجوده عندك، بتدرس سرعتهم، بتدرس الكميات الكونسنتريشن، الحاجات دي كلها بناء عليه بنبدا نحدد ال تو جي ال تو جي ريشيو. اشكال كتيره جدا من اشكال السكرابرز بتاعتنا، فيها زمان اتفقنا مع بعض اللي هو بيبقى نازل عباره عن جيتس كده بتنزل ميه، وطبعا بيبقى فيه الهواء خارج من هنا، وطبعا بيعمل في الاخر كمان في زي اليمينيتور كده زي مصفى كده او زي بيسموها ايه يعني حاجه كده معموله من الحديد مخرمه بورس ميديا، يعني الفكره كلها انها تشيل اي رواسب موجوده عندي. ممكن يبقى هوريزونتال ما يبقاش فيرتيكال، فيبقى بالمنظر ده كده، يبقى عندك الفلو ماشي كده، وفي عندك السبراي، وعندك سبراي كمان في وش الداست وهو ماشي بحيث ان اي حاجه تقع، وفي الاخر بيحط اليمينيتور برضو عشان يشيل اي رواسب كانت موجوده. احيانا بيستخدموا فكره الايه فكره التشينج اوف مومنتوم اللي احنا اتكلمنا عليها ديت، فده ايه ده برضو بيستخدموها، يرش ميه هنا وفي نفس الوقت يرش ميه منين هنا، ده بيسميه ميست اليمينيتور، ده عشان لو في اي قطرات ميه موجوده عندي او اي رواسب موجوده ستيل موجوده بتبدا ايه تبقى علقه هنا وتقف هنا وتنزل ايه تقع تحت إيه؟ تحت في المكان دوت لما اسحب منه اللي الديرت اير او الديرت ووتر. نفس الكلام هنا، يبقى في عندي هنا برضو ايه الدخول وعندي برضو ايه الخروج. فاحنا يا شباب معلش احنا بنستخدم طرق اخرى زي مثلا فكره الديستريبيوشن او السنترفيوجال فورس، يعني في ان هو بيدخل ايه بيدخل الفلويد بتاعك هنا في شكل تانجنشال، يعني بحيث ان هو يخش يقعد يلف جوه. طبعا الحركه ديت كده بتعمل ايه بتعمل خلخله للايه للداست اللي موجود عندي، ويبدا كله يقع ايه يقع في الـ في الـ في الـ في الداون اريا هنا تحت، ويبدا يتسحب ايه يتسحب على الايه على الديرت اير. طبعا هو بيخرج كده وبعدين بيطلع، هو عنده ماسوره في النص هنا، والماسوره ديت بيطلع بيرش برش منها ايه برش منها ميه زي ما انت شايف. ده كان نوع من انواع الايه السيستمز المستخدمه عندنا الحقيقه.
وكان تعتبر من الوسائل المهمه جدا از انيشال تريتمنت يعني للهواء في المصانع المختلفه. يعني احنا لو رحت مصنع اسمده، رحت انا مصانع اسمده ورحت مصانع اسمنت، الحقيقه بيستخدموا السكرابر ده الحقيقه بشكل مبدئي في اول حاجه. في ناس بقى في بعض المصانع برضو مصانع اسمده ومصانع برضو اسمنت بيستخدموا حاجه اسمها السايكلونز، ده النوع الثاني اللي موجود عندنا او ده الشكل الثاني اللي موجود عندنا، ما يبقاش معتمد على حاجه فيها ويت ولا ميه ولا اي حاجه خالص، هو مجرد بيعتمد على السنتريفيوجال فورس ويعمل خلخله للايه؟ للهواء اللي موجود معايا والمحمل بالدست عن طريق ان هو بيستخدم ايه؟ بيستخدم الفورتكس يعني موشن يعني، وده بيبدا يوقع اي ايه؟ اي داست موجود عندي. فهو الفكره كلها زي اللي انت شايفه قدامك ده، بيدخل الديرت جاز في الاتجاه دوت، بيخش في اتجاه تانجنشال يعني، ويبدا يقع في الاتجاه ده كده وهو نازل يلف 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 نتيجه للحركه التانجنشال اللي انت اديتها له، وبعدين يروح جاي مسحوب منين؟ من السنترال كده في اعلى نقطه جوه السايكلون كده، زي ما انت شايف كده بيحصل ايه؟ بيحصل بيطلع هنا كلين دي كلين جاز. طبعا نسبه الكليننج هنا ما بتبقاش 100% طبعا، يعني برضه عشان حاطط كونسكريشن ان انا بطلع هواء بقى نضيف وحاجه زي الفل وكلام من ده، لا طبعا. بعد كده انت تاخده على المرحله الثانيه تحطه بقى لو انت عايزه انضف وكلام من ده، خده على البلاج ايه؟ الباك فلتر بعد كده. لكن ما تدخلش المرحله الاولى اللي فيها ديرت جاز ده على الايه؟ على الباك فلتر مباشره، لا حاول قدر الامكان تودي على الاول على السايكلون، وبعد السايكلون تبدا تودي على الايه؟ الكلين دي على الباك فلتر. وبعد كده ما بيبقاش فيش عندك الكون اللي تحت دوت او المخروط اللي تحت دوت، تبدا تجمع منه ايه؟ تبدا تجمع منه ايه؟ منه الدست على الكونيكال سيكشن اللي موجوده ايه؟ موجوده عندك يعني. فانت بتستخدم فكره السنترفيوجال الموشن بتاعت الجاز، بتشتغل از سنترفيوجال فورس، فتلاقي ليه الدست بتاعك بيبدا يتناثر على الاطراف، وتبدا تاخده انت وتسحبه من ايه؟ من تحت. البتاع دوت ليه ديزاين؟ ده البرنسبل اوف اوبريشن. ليه كونستراكشن؟ ليه كونستراكشن، هو عنده ايه زي ما اتفقنا مع بعض، هو ليه هو شكل سبايرال كده، في نفس الوقت بياخد فكره الفورتكس يعني الفورتكس موشن يعني، بحيث ان هو في الاخر بيطلع لك كليننج ايه؟ الكليننج جاز موجود عندك تحت في الاخر. اي حاجه في الدنيا ليها مميزات وعيوب. السايكلون الحقيقه الكوست بتاعته ولا حاجه، ما بتستخدمش فيه اوبريشن، ما بتستخدمش فيه ميه، الميه مش موجوده خالص. الافشنس بتاعته الى حد ما عاليه، يعني الافشنس بتاعته الكليننج عاليه جدا. معظم الاوبريتنج كونديشن اقدر استخدمه، فلوريت قليل فلوريت عالي اقدر استخدمه. الماتيريالز اللي تقدر تستخدم منه تعمل منه السايكلون دوت كبيره جدا، وتقدر تستخدم ماتيريال زي ما انت عايز. مفيش اي نوع من انواع الموفينج باس. المينتنس بتاعته تقريبا تكاد تكون صفر، يعني تكاد تكون منعدمه، جاست بس بتفولو اب وتشيك وخلاص. لكن في عندنا بقى ايه ديس ادفانتج؟ الديس ادفانتج بتاعتنا ان هو ما بيقدرش يشيل السمول بارتكلز، يعني الحاجات اللي هي فيري سمول قوي لو تطلع معايا اخدها مرحله ثانيه بقى، اخدها مرحله ثانيه عن طريق الباج ايه؟ الباك فلتر. البريشر دروب بتاعه عالي جدا خلاص كده، وده بيعلي الكوست اوف اوبريشن، لان في الحاله دي بتحتاج ان انت تجيب فانه الستاتيك بتاعها بيبقى عالي ايه؟ عالي شويه. ده فكره العمل، وده موجود، ده شكله هو موجود في احد الايه؟ في احد المصانع. شكله عامل ازاي بالظبط؟ ده اسمه سايكلون سيباريتور، حاجه بتعمل سيباريتور. طيب خلينا نقول ازاي نحدد الافشنس بتاعته، او نقول هو كويس ولا مش كويس. فلقينا ايه؟ لقينا اول حاجه تعالى ندرس كده، هو اصلا ايه العوامل اللي بتاثر على الكفاءه بتاعته؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن تقول لي السايكلون ده كفاءته كويسه او كفاءته عاليه؟ قال لك بص يا باشا، احنا ما بنشتغلش بالكفاءه، احنا بنشتغل بحاجه اسمها بنتريشن. ايه البنتريشن ديت؟ هي واحد ناقص الكفاءه. البنتريشن ده يعني الحاجات اللي عدت، يعني نسبه الحاجات اللي عدت قد ايه. فطبعا كل ما البنتريشن تكون عاليه معناها ان الافشنسي منخفضه، معناها انه مش حلو يعني، ولما تكون البنتريشن قليله معناها ان الافشنسي بتاعته عاليه. طب ايه بقى ايه الافكتس بقى، الحاجات اللي الاوبريتنج كونديشنز بقى بتاثر على البنتريشن ديت، او على اذا كان كويس ولا وحش. فقال لك اول حاجه الفلوريد بتاع الغاز، الفلوريد بتاع الغاز اللي هو الهواء يعني، وات ايفر ايا كان الغاز بتاعك. طبعا لما بتزيد الافشنسي بتزيد، فالبنتريشن تقل. فالريليشن بتاعتنا عامله بالشكل دوت، ان بي تريشن في الحاله الاولانيه على البنتريشن في الحاله الثانيه بتساوي كيو 1 على كيو 2 كل تو باور ايه؟ هاف. الفيسكوستي بتزيد بيقل بقى الافشنسي، كل ما الفيسكوستي تزيد الافشنسي ايه؟ تقل. فالبنتريشن ريشيو هتلاقيه يو 2 على يو 1 وليس كيو 1 على كيو 2 تو ذا باور هاف. الدنستي بتزيد بيزيد، ده بيخلينا ايه؟ البنتريشن ريشيو بتساوي الايه؟ فرق الدنستي بتاعت الايه؟ البارتكلز ماينس الرو بتاعت الجاز خلاص في الحاله الاولانيه على الرو بارتكل ناقص برو بتاع الجاز في الحاله الثانيه تو باور هاف. الداست لودنج، كميه اللودنج او كميه الكونسنتريشن او التحميل بتاع الداست اللي موجود جوه الهواء، كل ما يزيد الافشنسي بايه؟ بتزيد. فده هتلاقي فكره باللودنج ايه؟
to the power 1.18. فدي الريليشنز المختلفه اللي احنا المفروض ايه لو احنا حبينا ايه نجيب مثلا علاقات ما بين تغيير الاوبريتنج كونديشن على السايكلونز او في الحالات المختلفه ازاي تحدد الايه نسبه الافشنسي او ازاي تحدد البنتريشن تحسن ولا ما تحسنش. واحنا بنعمل ديزاين في عندنا دايما الديزاين بتاعنا دايما بيبقى مبني على الديامتر بتاع السايكلون. انت اخترت عملت سيلكشن للديامتر بتاع السايكلون كام، فبناء على الديامتر ده بتبدا تحدد بقى ايه بعض النقاط الكتير المختلفه زي مثلا ايه القطر بتاع الاوتلت نوزل، القطر بتاع او ارتفاع الكون اللي هو دوت قطر الكون، الطول بتاع الحته الستريت او السلندر اللي فوق. فكل دوت هتلاقيه موجود عندك هنا بالريليشنز او بالاي بالدايمنشن زي ما انت شايف، كلها فانكشن في الدي بتاع الايه بتاع السايكل، الدايمتر بتاع السايكل انت عملت له سيلكشن اوريدي. احنا عاده في مساله لو انا جبت لك مساله زي كده طبعا ده بيبقى جيفن، يعني خلينا كده نقول كده ان ده بيبقى جيفن مش حفظ، يعني الحاجات دي جيفن ما تبقاش ايه ما تبقاش حفظ. لكن في حضرتك انا بجيب لك الحاجه زي كده وهقول لك ايه اشتغل واعمل لي ديزاين، فانت بتطلع لي البي سي بكذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، بديك حتى الرسمه عشان تبقى عارف ايه هي الحاجات الايه الحاجات المختلفه اللي انت المفروض تعملها عشان ترسم ده في الاخر وتطلع لي ديزاين متكامل للسايكلون. عادة بيبقى في عندنا حاجات ستاندرد موجودة كده، دايمنشنز ستاندرد كده موجودة اللي هي بنسميها احنا عندنا في تلات انواع، في منها الهاي افشنسي وفي الكونفنشنال العادي خالص وفي الهاي ثروبوت. الكونفنشنال ده هو ده اكتر حاجة مستخدمة وكلام من ده، هتلاقي البادي تو دايمتر ريشيو اهيت طبعا، انت الدايمتر هو البادي هو الدايمتر ريشيو، فالريشيو دي لازم تبقى واحد. الهايت بتاعنا بيبقى نص مش عارف ده بكذا ده بكذا ده بكذا، هي دي اللي بنعمل احنا عليها ديزاين دايما، يعني احنا دايما بنعمل ديزاين على الايه على الجزء دوت. طبعا التانجنشال هنا بيخش بيعمل سويرل، سويرلينج يعني تدويم، والتدويم ده هو ده اللي بيعمل السنترفيوجال فورس اللي احنا بنتكلم عليه. طيب جه واحد درس السايكلون دوت وجه عمل حاجه، جه سنه 1951 يعني عمل حاجه زي سيمي امبيريكال ريليشن شيب كده عشان يحسب بيها ايه؟ قال لك عشان تحسب بيها حاجه اسمها 50% كات دايمتر. يعني ايه 50% كات دايمتر دوت؟ قال لك ده الدايمتر اللي البارتكلز عنده بتتجمع بنسبه 50% افشنسي، يعني لما كل افشنسي 50% يبقى نسبه الدايمتر بتاع البارتكلز اللي انت هتجمعها قد ايه؟ خلاص كده؟ فيبقى قطر البارتكلز هتجمعها قد ايه؟ هل هي صغيره؟ هل هي كبيره؟ هو ده بنسميه. فقال لك عشان نحسب قطر البارتكلز اللي بتتجمع بكفاءه 50% بس بنسميه الدايمتر بتاع البارتكل ايه؟ البارتكل دايمتر او بنسميه دي بي سي، دي بي سي. ده طبعا ان متر يعني. فالمعادله الامبيريكال بتاعتك مبنيه على الافشنسي بتاعتنا 50%، فهو حط المعادله بالشكل دوت. المعادله دي زي ما قلت لك سيمي امبيريكال يعني تقريبا هي معادله جايه من التجارب، ودي طبعا ايه برضو لو هي جت في الامتحان بتبقى جيفن يعني ما تقلقش منها خالص طالما هي امبيريكال. المعادله فيها ايه؟ ده انت بتحسبه ازاي بتاع البارتكلز كولكتد لما يكون عندي 50% افشنسي؟ هي 9 الفيسكوستي بتاعت الغاز، الغاز فيسكوستي في ال W اللي هو الويتس بتاع ال دكت اللي هو الدكت الداخليه اللي هي الدكت اللي هي بتوصلها على السايكل يعني، على 2 الباي في ان، حيث ان ده اللي هو النمبر اوف افكتيف تيرنز. خلاص كده هنحسبه ازاي دلوقتي؟ في ال V الفيلوستي، خلاص كده ال فيلوستي مضروبه في الرو بتاعت البارتكلز ناقص الرو بتاعت مين؟ بتاعت الجاز، يعني الدنس بتاعت البارتكلز بتاعتنا على الرو بتاعت الايه؟ بتاعت الجاز اللي موجود عندنا. ازاي احسب بقى ال N اللي هي النمبر اوف افكتيف تيرنز يعني بتاعتنا اللي هي ال N E او ال N احنا بنسميها N يعني؟ هي عباره عن حاجه اسمها ال L P اللي هو اللينس اوف سايكلون بادي وده موجود عندنا، بلس ال L C اللي هو اللينس اوف سايكلون كون اللي هو الكون نفسه، يعني عندنا السايكلون بيبقى حتتين، حته بادي كده وحته ايه كون كده، فالطول ده والطول ده خلاص كده. والاتش اللي هو الهايت اوف انلت ايه انلت داكت اللي هو الداكت بتاعت الانلت بتاعتنا، شوف الهايت بتاعها قد ايه خلاص كده. في السرعه اللي هي الايه الفلوستي بتاعت الايه بتاعت الجاز. المهم اعوض هنا جبت الايه جبت النمبر اوف افكتيف تيرنز اللي دي بيحدد لك عدد اللفات الافكتيف بتاعت الهواء، يعني الهواء هيلف كام لفه تقريبا، ودي جايه من ايه من السويرلينج موشن، يعني بنحسبها احنا من السويرلينج موشن يعني. المهم هي معادله امبيريكال موجوده عندك تطلع منها الدايمتر بتاع البارتكلز لو انت عايزك كام. تعال ناخد مساله عشان نعرف نفهم الكلام اللي انا بقوله دوت ازاي نعمل ديزاين لسايكلون. بيقول لي البادي دايمتر اهو موجود، ده الدايمتر مديني الفلوريت خلاص كده، مديني الدنسيتي بتاعت البارتكلز، الدنسيتي بتاعت الغاز، الفيسكوستي، الهاي ثروبوت، مديني الاتش بكذا من البادي دايمتر، الدبليو، ال بي، ال سي، الحاجات دي كلها من البادي دايمتر اللي هو اوريدي اوريدي جافن. احسب الدايمتر اوف بارتكلز عند ايه؟ عايز الدايمتر بتاع البي سي ده عند ايه؟ عند تقريبا 50% اللي هي الكات اوف ايه دايمتر. بسيطة، أول حاجة عايزين نحسب السرعة عشان نعوض في المعادلة، لأن المعادلة فيها سرعة، فعشان نحسب السرعة لازم تحسب الكيو على الاريا، الانلت اريا، فأنا هتقدر تحسب الكلام ده يطلع بالرقم ده.
النمبر اوف افكتيف تيرنز عن ال والديت ودوت كل ده ارقام اوريدي جيفن فانكشن في الدايمتر بتاع البادي دايمتر، يبقى طلعت الايه النمبر اوف ايه اوف افكتيف تيرنز. اعوض في القانون على طول مشاط يطلع لي الدايمتر تقريبا في 10 ايه مايكرو ايه مايكرومتر، يطلع 10 في 10 اس ناقص مش عارف كام اللي هو 10 ايه 10 مايكرو. يبقى كده احنا ايه احنا بنتكلم على ايه على الايه الدايمترز الايه المختلفه، على ازاي نحسب الايه نحسب الايه السايكلونز والكلام من ده. النقطه اللي بعد كده في عندنا بقى الفابريك فلترز. الفابريك فلترز الحقيقه كتيره جدا ومستخدمه، في منها الان وبيطلع اوت، وفي منها ايه الاوت وبيطلع ايه بيطلع من الان. فابريك ايه فابريك فلتر، فابريك فلترز معموله من الازياء من القماش، يعني حاجات كلها معموله من القماش كلها معموله على الداستي داست كولكشن. يعني دي زي مثلا فلاتر بتاعت مثلا في فلاتر مثلا باك فلتر وفي مش عارف ايه، في حاجات بنستخدمها كده في التكييفات وحاجات مختلفه، دي زيها بالظبط كده، بتشيل ايه بتشيل التراب من الايه من ال... هي فكره عملها مبنيه على المش، خلاص كده المش اللي هي اللي هي عامله كده يعني زي اللي كان شبكه نت كده، وطبعا بتعدي حسب اللي هي حسب القطر بتاع المش دوت بيعدي لك ايه بيعدي لك فلو او ما بيعديش فلو. معظم الاير المفروض ان هو بيعدي من المش ديت، بس طبعا لو حصل بلوكينج او سدد يعني المفروض انها بتعلي البريشر دروب على المروحه، وتلاقي نفسك بدا ايه بدا الامبير بتاع المروحه يعلى، فتعرف على طول ان في عندك مشكله على الايه على الفلتر، او ان انت على طول اوتوماتيك على طول بتروح ايه تقيس فرق الضغط على الفلتر، فتقدر تحدد اذا كان هو مسدود او مش مسدود. الدلتا بي على اي فلتر في الدنيا هو عباره عن دلتا بي على البريشر ديو تو فابريك ديو تو القماش نفسه مع البارتكلز لاير اللي اتكونت عليه، بلس الدلتا بي ثرو ايه ثرو الباج هاوس او الاستراكشر او الجسم نفسه. يعني يعني في دلتا بي على دخول وخروج على الجسم نفسه، في دلتا بي على الفلتر نفسه، في فلتر في دلتا بي نتيجه لللاير اللي بتكون عليه اللي هي بتاعه الايه بتاعه البارتكلز. لو جمعت الثلاثه دول جبت الدلتا بي تقدر تحدد من هنا قدره المروحه اللي المفروض انت ايه انت هتزق بيها هتبقى قد ايه. الميزه بتاعته ان الافشنس بتاعته عاليه شويه، بيشيل تراب بكميه كبيره جدا، الفلومتريك افشنس وفلوريتس عاليه جدا تختار تشتغل، المشكله في البريشر دروب ار ريزونبل لو يعني اقل شويه من السايكلونز والحاجات الثانيه، الفابريك فلتر مودولر ان ديزاين سهل جدا في الديزاين والاسمبلي بتاعه بيبقى سهل جدا، لكن العيوب بتاعته ان هو بيحتاج اريا كبيره شويه، ما ينفعش استخدمه في حاجات درجه حرارتها عاليه لانه عرضه ان هو يحصل له احتراق. يعني لو في عندك حاجه كروزيف ولا حاجه ما ينفعش يعدي على القماش، في حاجه فيها مويست او رطوبه او في كده ما ينفعش تعدي، طبعا بالاضافه الى الفاير ايه الفاير هازرز الموجوده ايه موجوده عليه. ازاي نحسب الدلتا بي عليه؟ طبعا دارسي ايكويشن حضراتكم عارفينها بشكل كبير جدا، دلتا بي للايه على البريشر دروب بتاعنا يعني على الفلتر يعني بيساوي الدايمتر بتاع الفلتر في الفيسكوستي في الفيلوستي على 60 فاكتور اسمه كي كي اف، حيث الكي اف دوت حاجه اسمها البريمابيلتي او فلتر ايه فلتر يعني ايه فاكتور كده بيحدده بالمتر مربع يعني. والكي بي الكي للبريشر دروب برضو على البارتكلز يعني يبقى ده البريشر دروب على الفلتر وده بريشر دروب على البارتكلز بيساوي الدايمتر في الميو في الفلوستي على 60 الكي بي اللي هي الكي اي البريمابيلتي بتاعه الايه البارتكلز لاير. طبعا 60 ده عشان كونفرجن فاكتور يعني، والفي هنا بالفلوستي بالكيو على الاريا، والاريا هي الكلوز ايه الكلوز اريا اللي هي مساحه القماش اللي موجوده عندي كله على بعضه. يعني الداست لاير ديبس لو انت عايز تحسب بقى اللاير ديبس اللي موجوده عندنا هنا، الداست لاير ديبس يعني العمق بتاعها قد ايه من الداست موجود عندي، فهي هتبقى عباره عن قيمه اللودنج بتاعنا بتاع الداست مضروب في الفلوستي في الايه التايم بتاع الاوبريشن فتره الاوبريشن على الايه البالك دنسيتي اوف بارتكل لاير بالكيلو جرام لكل متر مكعب. يبقى انت لو عايز تحسب الدلتا بي توتال بقى يبقى عباره عن دلتا بي بتاعت الفلتر ودلتا بي بتاعت البارتكلز، هي تلاقي الفلوستي عامل مشترك، هو طبعا شال الدايمتر بتاع البارتكل بس وحط بدلها ال في تي على ميو في المعادله السابقه هنا، شال الدايمتر بتاع البارتكل دوت وحط بدلها ال في اي تي على ايه على ميو، فاصبحت المعادله بقت فيها ايه بقى؟ ال في تي على رو قصدي، تطلع المعادله بهذا الايه؟ بهذا الشكل، المعادله دي برضو ايه؟ برضو يعني ايه هنحفظها يعني، سوري هنجيفن يعني. دلتا دلتا بي هنا دلتا بي على في هنا اقدر اشيل القيمه دي كلها واحط بدلها كي 1، اقدر اشيل القيمه ديت كده لانها ثوابت كلها واحط بدلها كي 2، بقت المعادله بقت دلتا بي على في بتساوي كي 1 بلس كي 2 في ال في تي على ال في تي، ده سميه واي اكس اكس مثلا دول اسميهم واي، يبقى المعادله بتاعتك في عندك ايه كي 1 كي 1 زائد كي اكس اللي هو الميل بتاعك ده، فتبقى المعادله بتاعتك بهذا الشكل لو انت عملت رسمت علاقه بين اكس وواي، يبقى الميل ده كي 2 والايه والمسافه ديت اسمها كي 1 تمام كده.
ما بنقولش بقى ايه واي واكس بقى، بنسميها اس وايه اس ودبليو خلاص كده. الاس ده بنسميه الفلتر دراج، والدبليو ده بنسميه الايروسول داست دينستي اللي هو حاصل ضرب اللودنج في الفلوستي في التايم بتاع التعرض بتاع الفلتر المتعرض للايه الكروبيا. بنعمل التجارب كتير جدا للقصه ديت، بنقعد نحسب القيم ديت وناخد ارقام زي ما انت شايف كده، وبعدين نوصل ما بين الارقام دي ونمد الخط بتاعنا كده زي ما انت شايف كده، يطلع لنا المسافه ديت تطلع لنا كي 1، ويطلع لنا الميل بتاع المنحنى ده ويطلع لنا كي 2. اقدر اعوض واجيب الايه العلاقه ما بين الكي 1 والايه ما بين الاس والايه والدبليو. احيانا كي 1 بيقول عليها كي اي دي اسمها كي 1، واحيانا كي 2 بنقول عليها كي اي كي اس. لو حبينا نشوف الكلام ده بمساله، يعني بيقول لك استيميت قيمه الكي اي والكي اس يعني للفلتر الدراج موديل بتاعه، مديك التايم مع ايه مع الفلتر طبعا، التايم مع الايه مع الفلتر دلتا بي او في دلتا بي لما كان 5 الدلتا بي كانت كذا، لما 10 بقت كذا. طبعا كل الدلتا بي بتتغير لان طبعا اللودنج او نسبه البارتكلز على سطح الفلتر بتتغير بتزيد يعني. فاللودنج بتاعنا بيساوي كذا، والاريا بتاعت الفلتر 1 متر مربع، والفلوريت بيساوي كذا. بيحسب الكلام ده سهله جدا. اول حاجه احسب الفلوستي من الفلوريت والاريا، ادي الفلوريت وادي الاريا، جبت الايه جبت الفلوستي. بعد كده الاس بيساوي دلتا بي على في والدبليو ال في في التي خلاص كده. كاني زودت الايه الخانتين هنا، يعني هنا زودت هنا خانتين اللي هما ايه خانه هنا الاس وخانه هنا الدبليو، مش اكتر من كده. فبقيت عندي اقسم دلتا بي على في في كل نقطه، طلعت الارقام ديت، اقسم اضرب ال لودنج في الفلوستي في التايم، التايم بتاعك مختلف، يطلع لك الايه الارقام ديت. ارسم العلاقه ما بينهم جرافيكالي خلاص كده، مد الخط هات الكي 1 وهات الميل تجيب الكي كي 2، ومنتهى الايه بمنتهى البساطه جرافيكالي تقدر تحدد الايه. وهنا نكون نهينا النهارده الويت سكرابر والسايكلونز والايه والفابريك فلترز اللي هم ثلاث حاجات من الايه من عمليه تنقيه الايه تنقيه الهواء. شكرا لكم يا شباب، ونشوفكم ان شاء الله المره اللي جايه، او نشوفكم غالبا بقى في الميد تيرم لان الاسبوع اللي جاي الخميس اجازه. شكرا.